أتوقع هذا رغم أن يعني السيد الصدر ابتداء هو يختلف مع النهج التشكيل ولا سيما المحاصصة والتوافق ولا يتفق مع هذا، هو منهجه أن هناك حكومة أغلبية وحساب ومحاسبة، ولكنه يعني ليس من باب الحكمة أن يرفض فرصة يعني تشكل حكومة وتخدم العراق، وبالتالي هو يرصد المشهد، وإذا ما حصلت يعني أي ارتباك لدى هذه الحكومة سوف لن يكون رحيما معها، لأنه هو شخص سلفا أنه لا يكفر هذه الحكومة ولا يؤيدها. طيب. فإذا ما يعني هذا حال أفضل أن يكون خارج الحكومة ينتقدها، أفضل أن يكون في داخلها ويتنصل عنها أو يحاربها وهو في داخلها. نعم. أعتقد خيار صحيح للتيار الصدري وهو مفتوح إذا ما أراد الاعتراض، ونتمنى أن لا تتوفر فرص الاعتراض، ولكن إذا ما توفرت كلنا سننتقد الحكومة، ليس من باب التنكيل وإنما من باب أنه تعي مستوى الأخطاء، ومبكرا ننبه أن الارتجالية وتشتت مصدر القرار وعدم الشفافية كلها أشياء مهمة على السيد السودان يتداركها الآن، لنتمنى له النجاح، ولكن سوف لن نتوقف عن الانتقاد إذا ما خطأ من باب الإصلاح والأمانة.